بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الدرس التاسع من دروس دورة الإكسل 2013، وفي الدرس دوت هنتكلم فيه عن المعاملات المنطقية، يعني ايه معامل منطقي وايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نكون التعابير المنطقية، وهناخد فيه تقييم المعادلات المنطقية ازاي نقيمها، وهناخد فيه الدالة الشرطية اللي هي دالة اف، وهناخد مثال على الدالة الشرطية. ايا كان المثال اللي احنا بناخده وايا كان الشغل اللي احنا شغالين، فالشغل كله عبارة عن شغل منطقي. لو احنا فتحنا اكسل يا جماعة على اكسل شيت جديد بالشكل ده، فدايما احنا بنقول ان الحاجة المنطقية بس نفتح اكسل شيت دوت. كلمة حاجة منطقية معناها ان هي حاجة يعني تحتمل ان هي تكون صح ترو او تكون خطأ فولس. بمعنى صح، لو انا مثلا عندي قيمة ولكن 10 وقيمة ولكن 50، ممكن اجي هنا واقول له شوف لي القيمه اللي موجوده مثلا في البي 2 ديت اكبر من القيمه الموجوده في الاي 2 ديت، ولو كان يعني لو كان الكلام ده صح اديني نتيجه او اديني اشعار بكده، ولو كان الكلام ده غلط اديني برضو اشعار بكده. ماشي، طيب هعملها ازاي؟ يعني انا بقول له يساوي، واقول له مثلا دي البي 2 لو كانت اكبر من الاي 2، وضغطت انتر بهذا الشكل هيقول لي ان الكلام ده ايه صح، هيقول لي الكلام ده ايه صح ترو. ماشي، لو كان الكلام ده عكس يعني اقل من مثلا ان البي 2 اقل من الاي 2 وضغطت انتر هيقول لي الكلام ده ايه فولس. وبناء على كده انا ممكن اقيم اي مجموعه من التعبيرات المنطقيه بحيث ان نتيجتها تبقى ترو او فولس، واكون اي عدد من الشروط بحيث ان انا استخدمه بعد كده في الداله ايه الشرطيه. طيب لو انا جيت كده وقلنا ان الحاجات المنطقيه اللي انا ممكن استخدمها هنا هي يساوي و سكيب، طبعا عشان كده لو كتبت يساوي هو هيفتكر ان هي معادله يعني، فلازم اكتبها في حاجه خارجيه بره. لو جينا هنا مثلا في الباوربوينت، تمام، وعملنا شريحه جديده وليكن كنترول ام وشلنا الكلام دوت، تمام. انا عندي ممكن في الاكسل بستخدم التعبير الاتي، يعني انا ممكن اجي اعمل انتراج هنا مثلا اختار مربع نصف، في عندي علامة يساوي ودي معناها ان هو المساواة ما بين الحاجتين، وفي عندي علامة الاكبر من اللي هي زي كده، ومعناها ان في قيمة اكبر من القيمة التانية. وفي علامة الأصغر من اللي هي بالشكل دوت، وبرضه معناها إن في قيمة أقل من القيمة التانية. معلش التعبير على العربي شوية. بهذا الشكل يبقى في واحدة أكبر من وفي واحدة أصغر من، وفي واحدة أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي، وفي واحدة أقل من أو يساوي من او يساوي، وفي واحدة لا يساوي بالشكل دوت. وممكن تلاقي فيه برضو استخدام حاجة اسمها الاند وحاجة اسمها الاور بهذا الشكل. يبقى في عندي يساوي اكبر من اقل من اكبر من او يساوي اقل من او يساوي لا يساوي اند واور، بس الاند والاور احنا بنستخدمهم مع التعبيرات المنطقية اللي هي الكبيرة شوية ديت، فممكن ما نستخدمهاش بشكل كبير جدا بس هي موجودة من ضمن الحاجات. وفي برضو ممكن تلاقي موجود النوت هي معكوس الحاجة، تمام. دي كلها عبارة عن حاجات هي منطقية احنا ممكن نستخدمها، ممكن نكون بيها شروط. نكون بيها شروط يعني بمعنى صح، ممكن اقول له اذا كان عندي قيمة ايه وقيمة بي، ممكن اقول له ان قيمة ايه بتساوي قيمة بي، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ القيمة ايه اكبر من او تساوي قيمة بي، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ القيمة ايه اقل من او اقل من او تساوي قيمة بي، والكلام ده صح ولا غلط؟ القيمة ايه لا تساوي قيمة بي، القيمة ايه مثلا والقيمة بي اكبر من القيمة ايه زائد القيمة بي، الكلام ده مظبوط او مش مظبوط، وهكذا. ممكن اكون تعبيرات منطقيه لا نهائيه، وبتكون دايما نتيجه التعبير دوت يا اما ترو يا اما ايه فولس. يبقى دايما نتيجه التعبير دوت، لو احنا عملنا دراج مربع نص تاني، نتيجه اي تعبير من التعبيرات المنطقيه ديت انها تكون ترو صح او فولس اللي هي ايه خطا.
عرفنا ازاي التعبيرات المنطقيه تتكون ودي المعلومات المنطقيه. طب ازاي اختبرها على اكسل؟ لو انا جيت هنا مثلا وكتبت اختبار القيم المنطقيه، القيمه ايه، وبعدين جيت هنا وعملت كده القيمه بي، ومثلا هنا المعامله المعادله المنطقيه مثلا منطقيه، وضغطنا انتر وجينا هنا كتبنا اي قيم، مثلا يكون 10 انتر، 20 انتر، 30 انتر، 40 انتر، 50 انتر، 60 انتر. وجينا هنا مثلا عكسنا القيم وقلنا مثلا 15، 13، 14، 19، 100، 140 مثلا. ممكن يكون في عندك اكتر من 6، من 6 قيم. لو جيت هنا وقلت له يساوي بهذا الشكل وكتبت له ان البي 3 تساوي الاي 3 وضغطت انتر، هيديني فولس لان البي 3 لا تساوي الاي 3. طب لو انا قلت له يساوي مره ثانيه وكتبت له ان البي 4 دي اكبر من، طبعا لازم احول اللغه للغه الانجليزيه يا جماعه، لو انا بكتب معادلات دايما احول اللغه الانجليزيه او الت شيفت، اكبر من الاي 4 وضغطت انتر هيطلع بهذا الشكل، لان فعلا البي 4 لا مش اكبر من الاي 4، البي 4 اقل من الاي 4. لو ضغطت يساوي مره ثانيه وقلت له القيمه ديت اقل من القيمه ديت وضغطت انتر هيطلع الكلام صح فعلا، القيمه ديت اللي هي ال 14 اقل من القيمه الموجوده في الاي 5 اللي هي كام؟ 30. لو انا قلت له ان القيمه اللي موجوده في البي 6 اللي هي ديت يساوي اكبر من او يساوي القيمه الموجوده في الاي 6 بهذا الشكل هيقول لي فولس. لو انا قلت له ان القيمه اللي موجوده يساوي موجوده في البي 7 بشكل دوت اقل من او يساوي القيمه الموجوده في الاي 7 وضغط انتر طبعا هيطلع فولس برضو. لو انا قلت له بيساوي القيمه الموجوده في البي 8 لا تساوي القيمه الموجوده في الاي 8 وضغط انتر هيطلع ايه؟ ترو. دي نواتج المعاملات المنطقيه او المعادلات المنطقيه تمام، او الشروط اللي انا حطيتها وكونتها بهذا الشكل واستخدم فيها المعاملات اللي انا ممكن استخدمها. طبعا الاند والاور لازم يكون في اكتر من شرطين، يعني اي زائد بي اند بي ناقص اي، او اي زائد بي اور بي ناقص اي، وهكذا. ممكن اكتب او نوت الاي زائد بي او نوت الاي او نوت البي، فبيديني كل دوت معاملات منطقيه ومعادلات منطقيه انا ممكن استخدمها. انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان بعد كده انا ممكن استخدم الشروط في الداله الشرطيه واستخدم الناتج اللي هو ترو او فولس ده عشان ابتدي اعمل حاجه معينه. مثلا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز استخدم الداله الشرطيه بتاعتنا، وشكل الداله الشرطيه يا جماعه بتبقى شكلها عامل زي كده. طبعا دي اللي هي التعبيرات المنطقيه ممكن اكونها. شكل الداله الشرطيه بتاعتنا بتكون حاجه زي كده، بنقول ان لو كان في اللوجيكال تيست بتاعي اللي هو الشرط المنطقي بتاعي ده صحيح اكتب لي قيمه، ولو كان الشرط المنطقي بتاعي اللي انا بكونه دوت غير صحيح اكتب لي قيمه ايه تانيه. يعني اللوجيكال ديسك اللي هو الشرط، اللي هو الشرط المنطقي، لو كان صح اكتب لي قيمه ولو كان خطا اكتب لي قيمه تانيه. تمام. نشوف الداله الشرطيه بعملها ازاي. هنتخيل ان احنا هنيجي في المكان ده وهنقول له احنا عاوزين نكتب الداله الشرطيه تختبر قيمه A مقابل قيمه B، لو كانت القيمه A اكبر من B تمام كده هيكتب لي نعم، غير كده هيكتب لي ايه؟ لا. باجي هنا في الاف اكس ديت واختار داله F واقول له موافق تمام، واقول له في الشرط المنطقي اللي هو اللوجيكال تيست اللي فوق دوت لو كانت البي 3 ديت اكبر من الاي 3 اللي هي ديت اكتب لي كلمه ايه؟ نعم. خدها بالعربي. غير كده اكتب لي كلمه لا بهذا الشكل واضغط موافق. هبص تلاقي فعلا كتب لك كلمه ايه؟ نعم، ان فعلا البي 3 هنا اكبر من الاي 3. طب لو سحبنا المعادله بالتعبير التلقائي بهذا الشكل،
هتبص تلاقي ان هنا البيتا البي 4 اقل من الاي 4، والبي 5 اقل من الاي 5، والبي 6 اقل من الاي 6، والباقي البي 7 والبي 8 اكبر من الاي 7 والاي 8، وكده الداله الشرطيه اتكونت اهو بهذا الشكل. ان لو كان القيمه الموجوده في البي 3 اكبر من القيمه الموجوده في الاي 3 هتكتب لي نعم، غير كده هتكتب لي ايه. ده كان مثال على استخدام الشروط مع الداله الشرطيه. ممكن نشوف مثال تاني. لو انا جيت هنا في المكان ده وكتبت كشف درجات طلاب، كشف درجات الطلاب، وكتبت هنا الاسم تمام كده، وكتبت درجة مادة الرياضيات مثلا، رياضيات العلوم الفيزياء والكيمياء مثلا على سبيل المثال، وكتبت ان انا عاوز احسب المجموع بهذا الشكل، وجيت كتبت ان عندي احمد وعندي خالد وعندي عبد الله وعندي راشد تمام، وده جاب مثلا 50 60 70 30، والتاني ده جايب 60 65 75 80، والتالت دوت جايب مثلا 10 13 14 15، والأخير ده جايب مثلا 12 70 65 85 تمام. فأنا اللي عاوز أحسبه هحسب المجموع، وهنشوف في نفس الوقت هحسب النتيجة. لو كانت النتيجة دي أكبر من أو تساوي 60 هكتب لي كلمة ناجح، غير كده هكتب لي كلمة راسب. المجموع بجيبه ازاي؟ بحط المشروع بتاعي هنا، واختار الجمع التلقائي، واختار المجموع، واحدد مجموعة القيم اللي انا عاوز اجمعها، هيبتدي هو يجمعها ويطلع لي الشكل دوت. هبتدي اروح ساحب كده بهذا الشكل، هيطلع لي يا جماعة المجموع بتاع الدرجات بتاع الطلبة. ملاحظين ان في قيمة واحدة بس هي الاقل من كام؟ 60، هي بتاعت مين؟ بتاعت عبد الله. فانا عاوز اختبر القيم الموجودة في المجموع هنا، بحيث لو كانت القيمة دي اكبر من او تساوي 60 هيكتب لي ناجح، غير كده هيكتب لي راسب. بعملها برضو بالدالة الشرطية. هاجي في الاف اكس هنا واختار الدالة الشرطية اللي هي اف، واختار المجموع اللي هو اف 13، واقول له اذا كان اكبر من او يساوي 60 ففي الحالة دي هتكتب لي كلمة ناجح، غير كده تكتب كلمة ايه؟ راسب. الحمد لله تمام، اقول له موافق. هبص تلاقي ان هو اختبر فعلا الكلمه موجوده في المجموع، ولقاها اكبر من او 69 فعلا، كان ده صح، فكتب لك كلمه ايه؟ ناجح. لو انا سحبت كده هيبتدي هيكتب لي كلمه ناجح عند احمد وخالد، لكن عبد الله كتب لك ايه؟ راسب. ممكن احنا بعد كده ننسق الكلام دوت، نعمل له دمج توسيط، نعمل له حدود بهذا الشكل، نعمل له توسيط رأس أفقي بهذا الشكل، نكبر الخط بهذا الشكل، تمام. ندي خلفيات، ولكن خلفية أي خلفية بس تكون يعني بسيطة، تمام. نخليها 14 افضل كده. نسقت الجدول ونسقت المعادلات اللي فيه، واتشكل المعادله بتاعت الداله اف. لو كان عندي ان المجموع اكبر من او يساوي 60 هتكتب لي ناجح، غير كده هتكتب لي ايه؟ راسب. طيب في برضو حاجه تانية، يعني لو لاحظنا هنا ان الداله الشرطيه اختبرت الشرط دوت وكتبت لي كلام. طب افرض انا عاوز الداله الشرطيه تختبر شرط معين وتحسب لي بعد كده قيمه، هعملها ازاي؟ نتخيل ان انا مثلا عندي كشف مندوبين مبعات،
تمام عادي. وفي اسم المندوب، وعندي اسم الصنف، سعر الصنف، وعندي العدد، وعندي المبيعات، وعندي العمولة. تمام. وعايزين مثلا لو عندي مثلا مندوبين مثلا يكون أشرف، أحمد، رضا، سالم، كمال، واسم الأصناف مثلا بيبيع أشرف، أشرف كان مثلا بيبيع سيارات، خالد بيبيع طابعات، أو أحمد بيبيع طابعات، رضا بيبيع جوالات، سالم بيبيع أجهزة كهربائية. طبعا هي عامة بس يعني هنقول إنه بيبيع أجهزة كهربائية. وكمال كان بيبيع مثلا وليكن ممكن يكون بيبيع ايه، راوترات، اي حاجة راوترات. تمام. وجينا هنا في سعر الصنف مثلا وكتبنا ان السيارة مثلا تمنها 5000 متوسط، الطبعة مثلا تمنها 150 ولا 200، الجوالات مثلا سعره مثلا برضو هنقول مثلا 500، الأجهزة الكهربية وعلى كان أقل جهاز مثلا 200 ريال، الراوترات مثلا 300 ريال. تمام كده. هنا كان عندي مثلا عدد الراجل ده مثلا باع وليكن 5 سيارات، الراجل ده ما باعش غير طبعتين، الراجل ده باع مثلا 100 قطعة جوال، وده باع مثلا 15 جهاز كهربي، وده باع مثلا 100 من الراوترات. تمام كده. المبيعات، المبيعات هنا هتساوي سعر الصنف ضرب العدد. سعر الصنف ايه؟ ضرب العدد. دايما هو بيجي مثلا يقول لك ان المعادله بتاعت المبيعات، ان المبيعات هتساوي سعر الصنف ضرب العدد. تمام. واني تعال نظبطها كده جنب التوسيط. تمام. وان العمولة هتتحسب بناء على المبيعات. لو كانت المبيعات دي اكبر من 10,000 هيعمل لي عمولة 10%، احسب لي عمولة 10%، غير كده هتدي له ايه، صفر. يبقى لو كانت العمولة بتاعتي هتساوي 10%، 10% من المبيعات لو كانت المبيعات أكبر من 10,000، غير كده، كده غير ذلك العمولة هتكون صفر، وهضغط ايه، انتر. عندنا فاصل عشان تبان كمان. دي المعادلات اللي احنا عاوزين ايه نحسبها. يبقى دلوقتي عاوزين نحسب المبيعات بناء على هذه المعادله، ان المبيعات بتساوي سعر الصنف ضرب العدد، وبعد كده نحسب العموله بناء على المبيعات، ان العموله بتساوي 10% من المبيعات لو كانت المبيعات اكبر من 10,000، غير كده العموله تكون هي صفر. طيب هنحط المشروع بتاعنا وهنكتب يساوي ده عشان دي معادله، ونقول ان دي سعر الصنف ضرب العدد، واضغط انتر، وبعدين اسحب عن طريق التعبئه التلقائيه بهذا الشكل، وهاجي هنا في العمولة وهقول له هتساوي، بس هنوصل العمود ده شوية عشان الدنيا تبان معاك، هتساوي واختار اف اكس اللي هي اف، وفي المعادلة بتاعتنا عن طريق وسيلة الدالة هقول له اختبر لي المبيعات اللي هي ديت عن طريق التحديد، هل هي اكبر من 10,000، اكبر من 10,000. في حالة لو كان الكلام ده صح يبقى هنحسب 10% ضرب العمولة، غير كده هنحط ايه، صفر. هتلاحظ ان الراجل ده فعلا المبيعات بتاعته اكبر من 10,000، هحسب له 10% من المبيعات 3500. طب لو نزلنا هنا هتلاحظ ان احمد ما حققش التارجت بتاعه وكانت مبيعاته اقل من 10,000، عشان كده حطيت لك العمولة صفر. بالنسبة لرضا حطيت له 5000،
بالنسبه لكمال حاطط له 3000، بالنسبه للباقيين حاطط لهم ايه اصفار، لان هم ما حققوش في الاربعه. عندي اتنين هم احمد وعندي سام. كده شفنا مثالين، مثال على الداله الشرطيه وهي بتكتب قيمه، ومثال على الداله الشرطيه وهي بتحسب قيمه. وبعد كده نبتدي ننسق، نعمل دمج توسيط مثلا هنا، نحط حدود خمسطن كلام، نحط خلفيات، ناخد القيم ديت مثلا بالشكل دوت، وبكده شفنا الدالة الشرطية وهي بتحسب المراد القيمة وبتحطها بناء على قيمة تانية. وبكده خلصنا الدرس التاسع ده، وإن شاء الله نلتقي في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.